أظن بأننا حاليا عند فعلا مفترق طرق تاريخي. لقد أصدرنا قانونا جديدا للبترول، ونحن كنا نعمل على هذا القانون منذ 20 سنة، فبالتالي هذه بداية إعادة إحياء الصناعة في نيجيريا، هذه الصناعة على وجه الأخص صناعة الغاز وإنتاج الغاز. نحن من قبل لم نركز على إنتاج الغاز، كانت دولتنا تركز فقط على إنتاج النفط، وأثناء التنقيب عن النفط وجدنا 256 مليار متر مكعب من الغاز، وبالتالي مع توقعاتنا لإنتاج الغاز نتوقع أنه بإمكاننا أن نرفع الإنتاج ليصل إلى نسبة أعلى، ولدينا أيضا أكثر من 600 مليار متر مكعب للغاز، وسنكون من أكبر المنتجين. نحن حاليا أكبر المنتجين للغاز في أفريقيا، وحتى على مستوى النفط نعتقد أننا سوف نصل 3 مليون برميل في غضون فترة قصيرة تضخ في الأسواق يومين. لدينا احتياطي كبير يصل إلى 40 مليار من النفط برميل من النفط الخام. نحن لدينا 2.7 مليار برميل، ونتوقع أن نرفع هذا ليصل إلى 3 مليون. 2.7 مليون نرفعها إلى 3 مليون، ونرفع الاحتياطي من 260 إلى 600 في غضون فترة قصيرة. نعم سيد سيلفا، ما هي توقعاتكم لأسعار النفط في المرحلة المقبلة حسب التفاهمات والتحالفات ربما التي تتم في هذا القطاع؟ على غرار أعضاء منظمة أوبك، فإن أوبك نيجيريا على غرار أوبك غير مهتمة بارتفاع أسعار النفط الخام. أسعار النفط الخام بين 70 و 75 دولار للبرميل هي أسعار جيدة وتعتبر أيضا مقبولة، فنلاحظ بأن الطلب ضيق مع إعادة فتح الاقتصادات في العديد من الدول يرتفع الطلب.